أما غلاة الغلاة أنكروا وصفه بالإثبات وبالنفي. تصور يا أخي، لا موجود ولا معدوم، لا موجود طيب ولا معدوم، كيف هذا؟ الجمع بين النقيضين ممتنع أم ممكن؟ الجمع بين النقيضين، يوجد إنسان ولكن ليس بحي ولا ميت، كيف هذا؟ ليس بحي ولا ميت. إن قلت يوجد إنسان ميت ممكن، وإن قلت يوجد إنسان حي كذلك ممكن، أما لا هو حي ولا هو ميت كيف يكون هذا؟ لا يمكن تصوره حتى في الأذهان. فهذا هو معتقد غلاة الغلاة يا أخوة. قالوا ماذا؟ أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم. لا نقول هو موجود لأننا شبهناه بالموجودات، إن قلنا هو موجود، ولا نقول هو معدوم، لماذا؟ لأننا شبهناه بالمعدومات. أين المفر؟ لا هو موجود ولا هو معدوم. قالوا لا يجوز لنا أن نشبه الله بشيء، إن أثبتنا له الوجود شبهناه بالموجودات، وهذا حرام ولا يجوز، وإن أثبتنا له العدم كذلك شبهناه بالمعدومات، وهذا أيضا ممتنع. فما هي الطريقة الصحيحة؟ قالوا الطريقة الصحيحة لا نصفه بشيء، لا بسلب ولا بإثبات، لا بسلب ولا بإثبات. قال فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، ليس بحي ولا بميت، ليس بعالم ولا بجاهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. الآن نسأل، ما هي طريقة غلاة الغلاة؟ ما معتقدهم؟ ها أخي، أنكروا في حق الله الإثبات والنفي، لأن صفات الله جل وعلا نوعان يا أخو، صفات ثبوتية وصفات سلبية، فهم نفوا في حق الله جل وعلا كلا النوعين وكلتا الصفتين. ننظر إلى شبهتهم، ما الذي دفعهم إلى هذا وما هي شبهتهم في هذا الباب؟ قال وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، سلبوا ماذا؟ النقيضين في حقه جل وعلا. ما هما النقيضان؟ الوجود والعدم، الوجود والعدم، سلبوا النقيضين. ونسأل الآن، سلب النقيضين ممكن أم ممتنع؟ سلب النقيضين ممكن أم ممتنع؟ ما ممكن أن يكون هذا الأمر، سلب النقيضين، نقول ليس بحي ولا بميت، يعني سلبنا عنه ماذا؟ النقيضين، لا بحي ولا بميت، هذا لا يمكن يا أخو، لا يمكن. فسلب النقيضين لا يمكن. طيب اجتماع النقيضين، إثبات النقيضين ممكن؟ كذلك لا يمكن، كما أنه لا يمكن اجتماع النقيضين إثبات النقيضين، كذلك لا يجوز نفي النقيضين. النقيضان لا يجتمعان وجودا ولا ماذا؟ ولا عدما، لا يمكن إثباتهما ولا يمكن نفيهما في آن واحد، في آن واحد لا يمكن إثباتهما ولا يمكن نفيهما، لأن وجود أحدهما يستلزم نفي الآخر، ونفي الآخر يستلزم ماذا؟ إثبات الأول. أما أن تنفيهما أو أن تثبتهما فهذا لا يمكن بحال،